صباح الفل وصباح الخير والسعادة على حضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم صباح البلد. معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 فقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله تعجب حضراتكم. قبل ما أقول أي حاجة لازم أصبح على هند. يا صباح الفل عليك يا هند، يومك زي الفل. يا صباح الورد عليك يا نهاد، وكل سنة وبلدنا مصر الغالية بألف خير كده. يعني النهاردة يوم الشهيد، بنرجع نفتكر الذكريات دي يا نهاد كده، وإحنا يعني سعداء لأن بلدنا في حالة استقرار الحمد لله، ولولا دماء هؤلاء الشهداء ما كنا وصلنا اليوم ده والمرحلة دي طبعا. فيا رب بلدنا دايما بألف خير. يسعد صباح حضراتكم جميعا بكل الخير والسعادة إن شاء الله. النهاردة بجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد. النهاردة الخميس 9 مارس 2023، 17 شعبان 1444 هجرية. قوموا كده اتنشطوا وابدأوا يومكم معانا بنشاط وحيوية، ويسعد صباحكم جميعا بكل العزة والنصر على بلدنا الغالية مصر. مرة تانية يسعد صباح حضراتكم بكل الخير. وزي ما كانت هند لسه بتفكر حضراتكم كده بأن النهاردة الموافق 9 مارس دي بتحل الذكرى 54 ليوم الشهيد، وهو اليوم اللي بيخلد لذكرى رحيل واحد من أبطال العسكرية المصرية، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبد المنعم رياض، واللي استشهد عام 1969، وده كان أثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الأسماعيلية. وتلقى الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران المدفعية الإسرائيلية، وده كان أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة. والحقيقة خرج الشعب كله يعني بجميع طوائفه في وداعه، يعني عشان كده دايما الدولة بتحرص والقوات المسلحة بتحرص سنويا على إحياء يوم الشهيد من خلال استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدامى وتكريمهم وتعريف الشعب المصري ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن. وكل سنة يا رب دايما ومصر بألف خير، ويعني في أمن وأمان دايما، في أمن وأمان إن شاء الله يا نهاد. وخليني أستكمل الجزء اللي أنت اتكلمتي فيه، والشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض واحد من أشهر العسكريين مش بس في مصر، لكن العسكريين العرب اللي شاركوا في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين عام 1941 وعام 1942، كمان شارك في حرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ثم حرب 1967. الحقيقة إن أطلق اسم الشهيد عبد المنعم رياض على نفق الإسكندرية وأحد كمان ميادين القاهرة وميدان بالجيزة، ووضع نصب تذكاري بميدان الشهداء في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وسميت باسمه العديد من المدارس والشوارع والأماكن الهامة الأخرى، وأطلق اسمه أيضا على أحد شوارع العاصمة الأردنية والكويت. ربنا يرحم يا رب الشهيد يعني اللي كان بيطلق عليه الجنرال الذهبي، وشهداء قواتنا المسلحة البواسل، لأن اليوم ده 9 مارس هو سيظل محفور في الوجدان الوطني بأحرف من نور، تخليدا لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض لما قدمه، وشهدائنا البواسل اللي ما زالوا لحد النهاردة بيقدموا كتير. كل حاجة يعني أغلى حاجة في حياتهم هي الروح، فداء لهذا الوطن وعشان نعيش في امن وامان واستقرار دايما يا نهاد. اكيد يا هند زي اللي قلتيه فعلا، وكل سنه ومصر طيبه وبخير يا رب، ودايما نخلد ذكرى عظيمه زي دي. ايه رايك نروح نقول للساده المشاهدين فقراتنا النهارده؟ ان شاء الله هتكون فقراتنا متنوعه، وهنبتديها باطلاع على ابرز ما جاء في الصحافه والمواقع الالكترونيه من خلال فقره الصحافه، واللي هيكون معانا فيها للتحليل استاذ دكتور رضا عكاشه استاذ الصحافه. اما فقرتنا الثانيه بقى معاكي يا نهاد ان شاء الله ملك الجمال مصر. أيوة ملك الجمال مصر. إن شاء الله يبقى كده فقرة مميزة ونسمع منها تفاصيل كتير معاك يا نهاد، أسرار كتير إن شاء الله عن المسابقة وتفاصيل كتير جدا إن شاء الله هتكون معانا. ملكة جمال مصر 2022 هاجر محمد، هنعرف إن شاء الله منها تفاصيل كتير في فقرتنا التانية. تعالي بقى كده بعد ما عرفنا السادة المشاهدين فقراتنا نتكلم عن طبعا دخول رمضان. كل سنه وانت طيبه، وكل طيبة سنه والساده المشاهدين طيبين. مين بقى فينا ما بيهتمش كده بالمكسرات في رمضان؟ تحبي المكسرات؟ اه طيب. حاجه بحبها الكاجو. الكاجو يعني خليني اقول لك ان المكسرات ليها فوائد طبعا عظيمه. تعالي نشوف كده ونقول للناس ان في دراسه اجريت في جامعه تورونتو في كندا بتقول ان تناول المكسرات دي بتساعد على السيطره على نسبه السكر في الدم، ده لدى مرضى السكر، خاصه المكسرات الشائعه بقى زي اللوز والصنوبر الفستق
والفول السوداني، وزي ما هند برضو بتحب الكاجو فاكيد الكاجو برضو ليه فوائد كتيره جدا. مظبوط يعني هند، صحيح هي يعني المكسرات مفيده جدا. وخليني استكمل كمان النقطه اللي انت بداتي بيها، لان اظهرت عدد من الدراسات ان المكسرات كجزء من النظام الغذائي هي مفيده ومهمه جدا الحقيقه. بس يعني زي ما بنقول كده هي بتحاول انها تساعد في تنظيم نظام صحي يكون مهم، وخاصة ان احنا يعني صحيح هي فيها دهون، فعشان كده انا عايز اقول لحضراتكم ان الاعتدال منها مطلوب، لان هي بتنظم الوزن، بتحمي من الامراض المزمنة، ووفقا للنتائج المتوصل ليها بيتوقع انه يقلل النظام الغذائي الغني بالمكسرات نسبة السكر والكوليسترول في الدم. وكمان الباحثين يعني توصلوا الى ان تناول الجوز كبديل للكربوهيدرات بيحسن من التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول عند الاشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثاني. يعني يمكن قلنا لحضراتكم ان في امراض كتير هي بتحاول انها تحسن وتتقينا منها، امراض القلب حتى السكتات الدماغيه، لكن الاعتدال مطلوب في كل حاجه. ويعني لو هناخد كده حاجه بسيطه هتساعدنا ان احنا نحافظ على صحتنا وفي نفس الوقت نقلل الوزن، وناس كتير ما بتكونش عارفه المعلومه دي نهائي فعلا. بس خليني برضه اكملت عن كلامك ان زياده المكسرات بيزيد الوزن. مظبوط. والمكسرات المملحه قوي او اللي بيبقى فيها فلافرز واطعمه وكده دي طبعا مش صحيه تماما، لانها مزبوط. بتكون خدت زيوت وخدت تحميص وخدت حاجات زي كده، فاكيد مش بتكون صحيه. فاحسن حاجه المكسرات النيه. احنا بنتكلم عن المكسرات النيه، يعني ممكن تاكلوا منها براحتكم زي ما انتم عاوزين. مزبوط. بس الاعتدال برضو مطلوب. ايه رايك بقى نروح دلوقتي ونقول لهم عن الاجنده الثقافيه والفنيه واهم الاحداث والمناسبات اللي ممكن تروحوها النهارده 9 مارس؟ يلا بينا نشوف. من حضراتكم النهارده على احوال الطقس، ونشوف كده احوال الطقس النهارده ايه. اكيد الطقس مش يعني احسن حاجه اليومين دول، الصبح ساعات بيبقى حر قوي وبالليل بيبقى فيه لسعه برد كده والجو بيبقى برد قوي، فخلوا بالكم كده وما تخففوش بسرعه وما تقولوش خلاص الصيف جه، لان فعلا يعني ربنا يحفظكم الامراض، لان تغيير الجو ده بتحصل فيه طبعا امراض وبرد كتير جدا. تعالوا نشوف خبراء هيئه الارصاد الجويه بيقولوا ان طقس اليوم دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، اما مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على اغلب الانحاء. تعالوا نشوف درجات الحرارة المتوقعة لبعض محافظات الجمهورية، والبداية هتكون مع العاصمة القاهرة اللي سجلت النهاردة العظمى 24 اما الصغرى 14، الاسكندرية 23-12، اسماعيلية 24-14، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-15، سوهاج 28-13، والأقصر 29-15. أما عن درجات الحرارة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فالبداية مع بعض كده هتكون من الرياض اللي سجلت العظمى 32 أما الصغرى 18، أبو ظبي 33-23، أنقرة 16-6، لندن 11-0، واشنطن 13-2، باريس 15-10، واخيرا بكين اللي سجلت 22-4. بعد ما طمنا حضراتكم على يعني حاله الطقس كده النهارده، تعالوا نقوم كده نتنشط، نعمل مع بعض شويه تمارين رياضيه تفرق معاكم جدا على مدار اليوم، وتقدروا تعملوها وانتوا قاعدين في مكانكم في البيت. يلا بينا. برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هيشاركنا النهاردة في قراءة تحليلية إن شاء الله تكون مميزة بوجوده ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور رضا عكاشة، رئيس قسم الصحافة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. صباح الفل دكتور رضا، منورنا دايما في صباح البلد. صباح الجامعة، ربنا يخليك حضرتك والسادة المشاهدين. دكتور رضا، النهاردة هيكون عندنا العديد من الأخبار المتنوعة لها علاقة بالشأن المحلي
العربي والشأن الدولي بكل تأكيد، وهنستهل جولتنا في صحافة النهاردة مع حضرتك والسادة المشاهدين بهذا الخبر الهام، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السيد لويد أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد دانيال روبنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط. الحقيقه هذه الزياره الهامه وهذا اللقاء الهام دكتور رضا بيذكرنا بمنتصف ديسمبر 2022 السنه اللي فاتت في على هامش القمه الامريكيه الافريقيه، كان هناك لقاء هام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن في مقر البنتاغون في واشنطن، وهذا اللقاء تطرق للعديد من الموضوعات الهامه، لعل كمان كان لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي كان بيشيد بدور مصر وتنظيم مصر الرائع للكوب 27 لانه كان بعد شهر من انعقاد هذه القمه، وايضا كان بيتحدث عن الشراكه الاستراتيجيه بين مصر وان مصر ركيزه لاستقرار منطقه الشرق الاوسط. وبعد هذا اللقاء الحقيقه ان وزير الدفاع الامريكي كتب تويته على تويتر وقال ان هو سعيد بهذه الزياره ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري الفريق اول محمد زكي. وايضا الحقيقه يعني دكتور رضا واحنا بنتحدث عن هذه اللقاءات الهامه والعلاقات المصريه الامريكيه الممتده، لا ننسى طبعا تدريبات النجم الساطع بما اننا بنتكلم على التدريبات العسكريه والتعاون العسكري، ولا ننسى ايضا ان هناك العديد من القضايا اللي تم طرحها في مقدمتها طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه والقضيه الفلسطينيه، ومصر لها دور محوري في هذا الامر ولا تألو جهدا في وقف اي عدوان يعني يتم على الاراضي الفلسطينيه المحتله. دلالات هذه الزياره واهميتها في هذا التوقيت دكتور رضا من وجهه نظر حضرتك. هو بالتاكيد دي تاكيد لمجموعه من الثوابت الراسخه في العلاقات المصريه مع الاخر ايا كان هذا الاخر، فضلا عن تاكيد للثوابت العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، ودي على مدى نحو نصف قرن في كل ابعاد الاستراتيجيه سواء اقتصاديه او ربما ثقافيه او عسكريه او سياسيه. كما هو واضح من توقيت الزياره وفحواها الحقيقه فيها اكثر من دلاله، الدلاله الاولى هو طبيعه الجوله اللي قام بها وزير الدفاع الاردن واسرائيل كمان، نعم رفع العراق وبعدين الاردن وبعدين مصر وبعدين رايح اسرائيل، وبالتالي يفهم من هذه الجوله طبيعه واهداف هذه الزياره. كما هو واضح فيه زاويتين رئيسيتين او مسارين رئيسيين لهذه الزياره. المسار الاولاني هو تاكيد العلاقات او الشراكه الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه، ودي مساله معروفه تاريخيا وواقعيا وتنسيق كامل في هذا السياق. الامر الثاني وهذا هو الاهم، فكره تثبيت ملامح السلام في الشرق الاوسط، وفي ضوء التطورات الحادثه دلوقتي اعتقد ان هناك ثلاثه ملفات اذا صح التعبير حرصت الاطراف بشكل عام وخاصه السيد الرئيس والنظام الامريكي على تثبيت او توضيح الرؤيه في هذا السياق. اول ملف النووي الايراني، وده كان في الاسبوع الاخير خد منحى خطير جدا، وبدانا نسمع همسا ان في تخطيط اسرائيلي بشكل او باخر للعدوان على ايران في ظل تداعيات مختلفه او في ظل اتهامات متبادله بالوضع في ايران فيما يتعلق بمسألة النووي. أنا أعتقد أن ده جزء من الزيارة هو تسكين هذه المشكلة وغلق هذا الملف. الملف الثاني هو القضية الملتهبة في منطقة أوكرانيا وما حولها ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا عدم إمكانية أن احنا نبدأ في أكثر من أزمة في أكثر من منطقة، هتتأثر بلا شك العلاقات في كل المنطقة دي، وهتتأثر برضو حركة الاستيراد والتصدير في عن طريق البحر الأبيض المتوسط إذا تم التصعيد، وبالتالي من المهم جدا تسكين هذا الجانب. الأمر الثالث وهو الأخطر فيما يتعلق بالوضع في فلسطين المحتل، والحقيقة
يعني احنا نتحدث الان الفلسطينيين بيشيعوا جنازه 6 من ضحايا الاعتداء او امس وقبلها 10 واعتداءات وحشيه. يغلف هذه الاعتداءات ويثيرها الحقيقه هو كما قلت دائما هو تيار التطرف المتصاعد داخل النظام. مين المتطرف طبعا؟ ده هو ده اللي مسيطر والحاكم في اسرائيل الان، مسيطر يعني. وحاكم وفي تصاعد غريب جدا 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 وليس فقط بين غفير ولا غيره، ولكن لا انت عندك اعضاء مؤسسين في الحكومه هم اللي بيقوموا بعمليات الاستفزاز. اول امبارح كانوا في زياره للقدس الشريف، احنا لاول مره نسمع انسان فضلا عن ان يكون مسؤولا يرى ان الحل في اباده قريه كامله من على وجه الارض، يعني هو ده معاني شديده الخطوره والدلال. في هذا السياق ياتي دور المصري الداعم دائما الى تسكين المشاكل، الداعم دائما الى حل المشكله وعدم التصعيد، ومع الولايات المتحده الامريكيه ومع ربما القوى الدوليه الاخرى يا ريت نفعل بشكل او باخر فعلا الحل العلني المعلن من عشرات السنين اذا صح التعبير، هو فكره اقامه الدولتين. اقامه دولتين معناها ان يبقى عندي نظامين سياسيين يعني متقاربين في المساله، اذا كان في مشاكل تقدر تتحل وما نسيبش بعض التطرفات يمينا او يسارا تبدا تفجر المنطقه بعينها. وبالتالي الزياره دي في توقيتها وفي دلالتها يعني زياره مهمه جدا بتؤكد العلاقات المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بتؤكد رغبة الأطراف كلها في تسكين بؤر الانفجار في هذه المنطقة، ولعل أظهرها هي الملف النووي الإيراني وتداعيات الحرب الأوكرانية ثم ملف الصراع في فلسطين المحتلة ومحاولة إيقاف تيار التطرف الصاعد على أبنائنا وأحبابنا وشعبنا الغلبان في فلسطين. يعني دايما دور مصر الريادي وموضوعات عدة. خلينا ننتقل مع حضرتك من هذا الخبر لخبر آخر هام له علاقة بالموانئ المصرية وهذا التطور الكبير الذي تشهده الآن، حيث تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب وفقا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية بما يشمل حواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة ومحطات متعددة الأغراض والمناطق اللوجستية السياحية العالمية، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية. ووجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في جميع المجالات. يعني الموانئ المصرية كانت استمرت لأكثر من 25 سنة بلا تطوير الحقيقة، يعني دكتور رضا لسنوات طويلة جدا، ويمكن احنا أشرنا في هذا الخبر للموقع الجغرافي المتميز بحر المتوسط وبحر أحمر وما بينهما وقناة السويس. ومصر مش بس ليها تجربة محترمة في الموانئ البحرية وتطويرها الآن، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، ولكن أيضا الموانئ الجافة اللي بتكون بالقرب من الموانئ البحرية وبالقرب من المناطق الصناعية بشكل كبير وزيادة أعدادها. والموانئ البحرية يعني زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيوجه في هذا الخبر دكتور رضا بانها تكون وفقا لاحدث التقنيات العالميه، نحن نتحدث عن يعني خطه استراتيجيه لمصر في تعميق الممرات الملاحيه لتستوعب، نتحدث عن 370 مليون طن بدلا من هي دلوقتي 185 مليون طن، نتحدث ايضا عن الحاويات واستقبالها لتصل ل 22 مليون حاويه بدلا من 12 مليون حاويه. في ظل هذه الارقام وهذه الاستراتيجيه الواضحه، عوائد تطوير الموانئ المصرية على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي دكتور رضا؟ والله الحقيقة احنا ممكن نسمي ده بكل إيمان إذا صح التعبير إن دي نقلة حضارية ممتازة، وحلاوتها إنها جاية في إطار المشروعات القومية مش طالعة لوحدها، وحلاوتها إنها حاطة إيدها على واحد من أخطر وأهم مصادر التنمية لأي وطن وبالتالي لمصر بوجه عام. يعني اسمحي لي العبارة الشهيرة بتاعت الردود إن مصر هبة النيل، هي مصر هبة المية بفعلا بهذا الموقع الجغرافي والواقع الحضاري تاريخيا وجغرافيا. تتكلمي فعلا عن ما يعادل 3000 كيلو متر حدود مائية عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأبيض البحر الأحمر، بل حتى عبر النيل الذي يشق الوطن العزيز.
الامر الثاني بتتكلمي عن خطه قوميه موضوعه من حوالي 10 سنوات. اما فكره التطوير بس مش بتطال ميناء او اثنين او ثلاثه، لا ده في خطه لتطوير ما يعادل 80 ميناء على مستوى الوطن كلها، ومقدر لها في هذا السياق حوالي 200 مليار جنيه. ارقام ضخمه، استثمارات ارقام ضخمه جدا. حتى الخبر لفت نظري في حاجه رائعه جدا، هو كل الخيرات والكوادر التي تمت بالسيد الرئيس هي كوادر فنيه هندسيه مصريه وطنيه 100%. وبالتالي فكره توطين التكنولوجيا، صح التعبير، لا احنا متجاوزين من زمان فكره توطين التكنولوجيا في مصر، وعندنا سواعد تستطيع ان تستوعب التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا وتصدرها الى الدول المنطقه بشكل عام. المواني زي ما حضرتك اشرتي، لا مش فكره قطعه ارض بتتم، لا ده عمليه تصنيع ضخمه، فرص عمل رائعه، خدمات لوجستيه او فنيه كما يقال داخل المنطقه، استيعاب للتكنولوجيا بشكل واضح جدا سواء في الاستقبال او في الى اخره، وبالتالي ما فيش شك ان حركه التطوير اللي بتتم في المواني دي هيبقى مردودها شديد الروعه سواء من ناحيه اقتصاديه في سيوله او يسر عمليات الاستيراد والتصدير، سواء والحمد لله احنا عندنا كميات رائعه من التصدير سواء في المواد البتروليه او في الاغذيه او في الصناعه او الى اخره، وفي عمليات الاستيراد مش هيبقى في بالتالي تخزين وبالتالي في غرامات ماليه، لا هي عمليه ممتازه ورائعه وبتصب في اطار فعلا النهضه الاقتصاديه اللي شهدها الوطن في السنوات الاخيره. بكل تاكيد يا دكتور رضا، واستكمالا بقى للاهتمام بالاقتصاد المصري والاستثمار في مصر، ده هينقلنا لخبر اخر له علاقه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومه بالامس، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ال 32 شركه التي تم الاعلان عن طرحها في البورصه هي طرح اولي لاول مره يتم طرحها، مؤكدا امكانيه طرح حصص لشركات أخرى منها ما هو مطروح بالفعل وهو ما يسمى بالطرح الثانوي، لافتا إلى أن هناك كيانات كبرى مثل البنوك وشركات التأمين الحقيقة بتحدد قيمة أي شركة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين، وسيكون هناك استعانة بمكاتب استشاري طرح عالمية على أن يتم العرض عليها تباعا، ومستهدف طرحها اعتبارا من أبريل القادم. كما ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى محافظة المنيا بإطلاق حزمة حماية اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتبارا من شهر أبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة. الحقيقة يعني دكتور رضا، احنا هنا محتاجين نتوقف عند أكتر من نقطة. النقطة الأولى فكرة الطروحات أصلا في البورصة المصرية، وهي للشركات الوطنية والشركات العدة اللي هي بيتم طرحها لأول مرة كطرح أولي كما أطلقت عليها الحكومة المصرية. هذه الفكرة كانت من 2018 وكل مرة كان بيتم طرحها، ويعني إلى أن تم صياغة هذه الطروحات بشكل كبير، وطبعا الاستعانة بمكاتب استشارات فنية، وحتى دكتور مصطفى مدبولي قال كلمة مهمة امبارح وهي إن احنا نتحين الوقت المناسب، وهناك شركات سنعلن عنها وهناك شركات يعني وفقا لمعايير السوق ستكون مفاجأة في دخولها لطرح في البورصة. أيضا يعني طرحها في البورصة للاكتتاب بقى بالنسبة للمواطنين القطاع الخاص، إنعاش سوق المال بشكل عام وزيادة الناتج المحلي طبعا بالتبعية. أيضا سيادة يعني الدكتور مصطفى مدبولي امبارح كان بيتحدث إن هي تستمر لحد الربع الأول، هذا الطرح الأولي 2024، ويعني سننتهي 25% من هذه الشركات، وطبعا في تباع بعد كده شركات تانية والطرح الثانوي اللي تحدث عنه. كان في نقطة مهمة كمان دكتور مصطفى مدبولي تحدث عنها امبارح، وهي مكتب الشكاوى الخاص بالمستثمرين، وانه تلقى 1650 شكوى تم الحل منهم، بنتكلم على 1260 تقريبا بنسبة 80%، 1000 منها ليه علاقة ب يعني بقت في صالح المستثمرين، يعني الحكومة خدت جانب المستثمرين. اي النقاط اللي حضرتك توقفت عندها دكتور رضا وتاثير هذه الطروحات على الاقتصاد المصري، ونشرحها كده ببساطه للساده المشاهدين؟ هي ببساطه انت عايزه استثمارات، يعني عايزه فلوس، وفلوس بتبداي تدخلي مستثمرين عن قبل البورصه سواء وطنيين او عرب او ربما اجانب. دي في فكره الاستثمار فكره محوريه مهمه جدا، لان مفيش دوله هتقدر تعيش بميزانيتها الخاصه، ومفيش مؤسسات بهذه الضخامه هتقدر نسيبها لفرد او اثنين او ثلاثه، وبيبقى الحل في هذه الفكره وهي مساله البورصه، وبالتالي بتتحول الى اسهم، والافراد او الجامعات او المؤسسات او الدول بتبدا تشتري هذه المساهمات.
دي معناها حركة إنتاج، معناها حركة استثمار، معناها حركة تطوير، معناها حركة خدمات بتقدم للمجتمع. أنا عجبني في الطرح اللي طرحه معالي رئيس الوزراء انه حاول يوضح بعض الامور الغامضه على المشاهد العادي، لان ما يعني نكون صراحه، انت لما تسمعي كلمه طرح بورصه بيحطنا ايدينا على قلبنا ونقول ده المؤسسه دي هتتباع وهياخدها مين ومش هياخدها مين. البعض كمان بيروج لشائعات كتيره دكتور رضا في هذا الامر بالظبط. وبالتالي هنا المعلومه هنا لابد ان تطرح بحيث انها توضح الامور شويه. احنا الحمد لله عندنا ما قد يعرف بالبيئه التشريعيه او القانونيه الرائعه اللي فيما يتعلق بالاستثمارات، وعندنا فعلا حزمه من القوانين الميسره لمساله الاستثمار بشكل او باخر. انما برضو لازم نذكر المواطن العادي بهذه الشركات، عمليات التقييم ممتازه جدا، او التقييم اصح، تقييم السعري لهذه المؤسسات، ونعلن بشكل او باخر ان عندنا طرح واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. كمان الجهات اللي هي داخله في هذه المشاريع ممكن ان يعلن عنها كافراد، وانا اعتقد ودي مساله مش منهجه ان عندنا راس المال المصري او العربي على وجه التحديد له اولويات بشكل واضح، حتى نبعد عن بعض الاشاعات او التخوفات التي تقال في هذا الصدد. وبالتالي الخطوات هذه خطوات ممتازه الحقيقه، وانا ازعم وارى ان يصاحب هذه المساله مزيد من التوضيح، مزيد من البيانات، مزيد من وكويس انها جايه على خطه على سنه او اثنين او ثلاثه او اربعه طويلة. كويس بالظبط، كويس انها تم تقييمها مره واثنين وثلاثه، تم الاختيار الوقت المناسب بطرحها، لان في بعض الاحيان ممكن تطرح مشروع فيبقى الظرف غير واضح. وبالتالي اذا ضبطت هذه المساله في هذا السياق يبقى خطوه جيده لمزيد من الاستثمار، وبالتالي مزيد من فرص العمل على المستوى المحلي بشكل واضح. إيه طيب، خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر اخر له علاقه بحزمه الحمايه الاجتماعيه اللي تم تطبيقها، واللي يعني الحقيقه هيتم تنفيذها من اول ابريل القادم، واللي وصفت بانها الاكبر في تاريخ مصر. في اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي حزمه حمايه اجتماعيه لتحسين الاوضاع المعيشيه لعدد من الفئات. تضمنت الحزمه العاملين بالجهاز الاداري للدوله واصحاب الكوادر الخاصه واصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة. يعني هذه لم تكن الحزمة الاجتماعية الأولى دكتور رضا منذ بداية الأزمة، وهنرجع شوية فلاش باك لورا من بداية كمان أزمة جائحة كورونا، وكان في يعني منح للعمالة الغير منتظمة واستمرت لمدة يعني أكثر من مدة متجددة لأكثر من شهر على مدار جائحة كورونا. ودلوقتي بنتحدث عن هذه الحزمة الاجتماعية الكبيرة اللي بتشمل طبعا 25% بالنسبة للجوانب المالية لتكافل وكرامة، 15% لأصحاب المعاشات طبعا غير الكوادر الخاصة كما ذكرنا في الخبر. دكتور رضا، دائما ما تحدث عن أزمات تمر بها يمر بها العالم أجمع، ولكن مصر بها خصوصية في تعاملها مع الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، كيف ترى هذا التعامل؟ لا هو في شك في إطار المتاح خطوات ممتازة جدا، سواء في محاولة نسبية إلى ضبط الأسعار برغم أنها في بعض الاحيان ما يبقاش العنصر المصري او الوطني بس بيبقى هو العنصر الاساسي فيها، بيبقى في ظروف بيئيه ودوليه خطيره، لكن انت عندك فعلا عندنا اكثر من اتجاه في هذا الصدد، سواء فكره دعم الارتفاع يعني رفع الاجور في الفتره الاخيره ودي شيء كويس جدا، فكره رفع الاجور للمعاشات ودي فئه مش سهله، احنا كنا بنتكلم على حوالي 10 الى 11 مليون مواطن بيستفيدوا من هذه المعاشات، وبالتالي نوع من التحسين. ايضا بقى فترات عمليات التنميه المستمره اللي بتتم في القرى والنجوم والاخره، والحقيقه كل المشاركين او الناظرين الى فكره التنميه في مصر هو عينهم على القريه المصريه، لان القريه المصريه دي هي ممكن تكون مصدر كل السعادة وكل التطور الموجود فيها، وممكن تبقى مصدر للمشاكل. لأن أولا مصر ما زال فيها 60% أو 70% في مناطق تعد قروية، المساحات الزراعية بتضيق نسبيا، وبالتالي فرص العمل بتقل، وبالتالي فكرة التنمية تنمية كل قرية واعتبارها كأنها وحدة إذا صح التعبير اقتصادية لوحدها، دي عملية جيدة جدا. في هذا السياق بتأتي عزمة القرارات والقوانين اللي تنظم هذه المسألة، سواء بالدعم المباشر أو بالدعم غير المباشر، أو إلى حد ما مع محاولة كبت جماح الأسعار، أو الاهتمام إلى الفئات الأقل دخلا
باعتبار ان المجتمع يعني كله مترابط ببعضيته، واي تاثير على شريحه معينه هو بالضروره بيؤثر على شريحه اخرى، وبالتالي لما تيجي ترفع هذه المستويات الدنيا بتؤثر بشكل اخر على كل مجمل حركه الناس في الوطن. طيب خلينا ننتقل من هذه الإجراءات الوطنية الكبيرة لدى الدولة المصرية تجاه الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ونختتم جولتنا في صحافة النهاردة مع حضرتك من الشأن الدولي ولا صوت يعلو فوق صوت الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون محليون إن وابلا من الصواريخ الروسية استهدف عددا من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بما في ذلك العاصمة كييف وميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة خاركيف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق. وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشو إن انفجارات دوت في كييف صباح اليوم الخميس بعدما استهدفت ضربات روسية مكثفة أنحاء واسعة من أوكرانيا. وقال كليتشو عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات في حي هولو سيفيسكي بالعاصمة، كل الأجهزة في طريقها إلى المكان الواقع في جنوب المدينة. وقال حاكم أوديسا ماكسيم ماتشو يينكو على تيليجرام إن هجوما صاروخيا أصاب منشأة للطاقة في المدينة الساحلية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي، كما أصيبت مناطق سكنية لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. من جهته قال حاكم منطقة خاركيف إن المدينة والمنطقة تعرض ل 15 ضربة جوية شملت البنية التحتية. تطور جديد في هذه الأزمة دكتور رضا، وإحنا بنتحدث عن صراع أيضا عن الجانب الآخر في مدينة بخمت اللي بيتحدث البعض، حتى الناتو كان ليه تصريح وقال إن بخمت عندما تسقط سيكون انتصار كبير لروسيا، وخاصة أنها منطقة لوجستية لنقل الإمدادات لأوكرانيا في دونباس. فحياتك شايف الوضع الآن وهذا التطور الخطير بماذا سيؤشر وينذر في الأوقات الراهنة؟ احنا طبعا تجاوزنا سنة من الحرب، هذه الحرب المدمرة، تجاوزنا 200 مليار دولار مساعدات من الغرب الأوكراني، تجاوزنا مئات المليارات أكلهم النار من الطرفين، تجاوزنا فكرة احتلال ما يعادل 20% من دولة كاملة وهي أوكرانيا. إنما أنا أعتقد الأسبوع القادم ده أسبوع شديد الأهمية والخصوصية والتطور في هذه المنطقة. انت عندك يعني اتجاهين، الاتجاه الاولاني وهذا هو الاقرب انها تسقط بخمود، وبالتالي هتتم السيطره على فوق ال 20%، وبالتالي ده الى جانب الاربع مقاطعات الاخرى زي المقاطعات الاخرى الى جانب بقى الدعم النفسي والدعم المعنوي وقطع الامدادات وكسر شوكه المقاومه اذا صح التعبير، وبالتالي ارتفاع اسهم الانتصار الظاهر للاتحاد السوفيتي في او روسيا في هذه المنطقه. ده مسار. المسار الثاني هو مزيد من التدخل الغربي والأمريكي على وجه الخصوص، ولو حصل في تدخل في الوضع ده مش هيبقى في تدخل بقى بما قد يسمى بالقوات الدفاعية، لا انت احنا داخلين بقى في قوات هجومية. النهاردة سمعينا عن الولايات المتحدة الأمريكية بتدرب طيارين أوكرانيين، وبالتالي هنبدأ يعني ندخل في مسألة انهم ممكن يدوهم طائرات بشكل او باخر، وبالتالي هنبقى الدفاع مجموعة المدفعيات الامريكية والالمانية بدأت تستخدم بشكل عام، وبالتالي هيبقى عملية تصعيد واسع، واعتقد لو تم التصعيد هيبقى تصعيد ليس في هذه المنطقة فقط وانما ربما يتسع الى دول اخرى ومناطق اخرى اشد خطورة. اذا سنشاهد يعني ماذا سيحدث من احداث جديدة على الاراضي الروسية الاوكرانية. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. يا رب ان شاء الله دايما ان شاء الله نكون متفائلين، ويا رب ان شاء الله السلام للعالم اجمع. بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم الدكتور رضا عكاشة رئيس قسم الصحافه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. كل عام وحضرتك طيب يا فندم بمناسبه يوم الشهيد. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا وبعد الفاصل قراءه لاهم واخر الاخبار. مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم من جديد، والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأخبار. يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدورة التدريبية الدولية الثالثة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم، بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج.
أكدت محافظة الجيزة بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الحر اليوم، وذلك في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبا حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالا بمنطقة إمبابة بطول 12 كيلومتر، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك في إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التي تعاني من كثافات مرورية. تنطلق اليوم فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط، وتستمر حتى 18 من شهر مارس الجاري، وذلك بأرض المعارض في مدينة نصر. يأتي إقامة المعرض في القاهرة استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق. نهاية الموجز، بشكر حضراتكم على كرم المتابعة. خلينا دلوقتي بقى نشوف آخر أخبار كده أسعار العملات والذهب صباح يوم الخميس 9 مارس، ونشوف في بداية التعاملات كده مسجلة أرقام إيه. والبداية دايما بتكون من أسعار العملات وسعر الدولار الأمريكي اللي بيسجل النهاردة للشراء 30 جنيه 81 قرش، أما البيع 30 جنيه 91 قرش. اليورو بيسجل النهاردة للشراء 32 جنيه 47 قرش، أما البيع 32 جنيه 58 قرش. الجنيه الاسترليني بيسجل ليه الشراء 36 جنيه 49 قرش، أما البيع 36 جنيه 62 قرش. الريال السعودي بيسجل ليه الشراء 8 جنيه 20 قرش، أما البيع 8 جنيه 23 قرش. وأخيرا بالنسبة لأسعار العملات، الدينار الكويتي اللي بيسجل النهاردة ليه الشراء 100 جنيه 24 قرش، أما البيع 100 جنيه 59 قرش. نروح بقى من أسعار العملات لأسعار الذهب، وأسعار الذهب النهاردة مستمرة في الانخفاض والتراجع، والبداية من عيار 18 اللي بيسجل النهاردة 1560 جنيه، أما عيار 21 فاستقر عند 1820 جنيه، عيار 24 بيسجل النهاردة 2080 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب بيسجل النهاردة 14560 جنيه. يعني زي ما كنا بنقول لحضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة، يوم عظيم، يوم محفور في الوجدان الوطني المصري بأحرف من نور. فخلينا نروح دلوقتي نتذكر مع حضراتكم النهاردة 9 مارس بيوافق الذكرى 54 لاستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، واللي استشهد زي النهاردة وكان بيطلق عليه الجنرال الذهبي. يعني بعد الفيديو اللي شفناه ده اكيد عرفتوا ضيفتي اللي منوراني النهارده واللي قدرت ان هي تحصل على لقب يعني ما بين 23 متسابقه، يعني لقب طبعا مس ايجيبت 2022، وده طبعا بعد ما خضعوا على عدد كبير جدا من الاختبارات بقى منها الموضه واللياقه البدنيه، وتم اختيارها وحصلت على لقب ملك الجمال مصر 2022. عشان كده هي منوراني النهارده في الاستوديو، ملكه جمال مصر 2022 هاجر محمد. صباح الورد عليكي، وايه القمر ده؟ صباح الورد عليك انت، عامله ايه؟ مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده، ويعني خلينا نقول ان في مفاجات كثيره في الفقره النهارده، فالناس تنتظر بقى يعني مفاجاتنا. في البدايه هاجر، عايزين نعرف عندك كام سنه؟ أنا عندي 26 سنة. 26 سنة، يا خراشي. طيب قولي لي إزاي جات لك فكرة إن أنت تقدمي على يعني مسابقة ملكة جمال مصر، وإيه كانت يعني الشروط بتاعة المسابقة؟ بصي، هو أنا أصلاً كان بالي كتير قوي عايزة أقدم، بس طبعاً كنت بدرس فما كنتش فاضية. أنا كمان اتخرجت من أكاديمية بحرية 2020. اوكي، اكاديميه بحريه، ماس كوميونيكيشن. اوكي، ده انت زميله ستي، ماشي. انا كمان بقيت مذيعه. اوه لا، خلينا بس ما تسبقيش الاحداث، ما تحرقيش العالم. بس فجاه لقيت ايه ابلكيشن كده على الانترنت اللي هم فتحوا باب التقديم للمسابقه. قدمت، وبعد كده قعدوا مثلا بتاع شهرين ما بعتوليش اي حاجه. لما عملتي الابلكيشن كان في دماغك انه ايه ده، انا ممكن حد يكلمني وكده، ولا عملتي الابلكيشن ورميتيه كده؟ لا، ما انا عملت الابلكيشن، ما بقول لك قعدوا شهرين ما بعتوليش حاجه فتوترت. وبعد كده لقيتهم مره واحده بعتوا بقى اللي هو في اوديشن ونروح نتسال. احنا كنا 2500 بنت. اوف، 2500 بنت مقدمين. يعني وكلنا في يوم واحد بقى طبعا، فانا قلت يعني خلاص انا اكيد قوي. حسيتي انه لا، دول كتير قوي وهيبقى صعب. 2500 يعني بنت كتير جدا طبعا. اه بس أيوه؟ في الاخر بقينا 32 بنت.
لما بقى يعني من ال 2500 ابتدى ايه اللي يحصل؟ ابتدوا ان هم يصفوا او انت بتروحي الاول الاختيارات بيسالوكي اسئله والاسئله على اساسها بقى بيختاروكي. طيب ايه اصعب سؤال اتسالتيه في المرحله دي؟ انا الصراحه مش حاسه يعني الاسئله كانت صعبه. اصلا اتسالت يوم الاوديشن وانتي مع ولا ضد الاونلاين ديتنج؟ اوكي. فانا كنت ضد الاونلاين ديتنج يا جماعه، يعني ده خرب الدنيا دلوقتي. والله العظيم الديتنج اونلاين ايه؟ وانتي لا. فقلت لهم، وبعد كده قعدوا مثلا بتاع شهر تاني ما بعتوليش حاجه، فقلت يا ريتني قلت يا ريتني كنت قلت مع بس. وبعد كده بقى كان في برايمز جوه المسابقه. اوكي. كل برايم فيهم بيأهلك لستاب تانيه. ماشي. هما ما بيسيبوش حاجه الصراحه يعني غير لما بيبقوا متاكدين انت بيرفكت فيها قوي. اوكي. واتصلوا بيكي بقى بعد الشهر. واتقبلت بقى. كنتوا كام بنت بقى؟ 32 بنت. 32 بنت في المسابقه. طب ايه رايك نقول الو كده ومعانا يعني على التليفون؟ الو الو. ايوه. معانا على التليفون دكتور امال رزق، مؤسس ومدير مسابقه ملكه جمال العالم للسياحه والبيئه وايضا ملكه جمال مصر. صباح الفل عليك يا دكتور امال، منوران النهارده في صباح البلد. صباح النور، الله يخليكي. ميرسي. مبسوطه انك حضرتك معانا النهارده جدا في المداخله، وعاوزين نسالك كام سؤال كده عن ملكه جمال مصر هاجر. انا سامعاها، معايا كنت بتتكلم. عايزين نعرف يعني تم اختيار هاجر بقى على اكيد اسس وعلى على شويه تفاصيل كده، ممكن نعرف ايه اهم الحاجات اللي كانت موجوده في هاجر مش موجوده في بقيه المتسابقات؟ هو يعني هي الفكره ان احنا يعني بقدم لها عدد كبير جدا، فبنقعد نفلتر فيهم. ما بناخدش بصراحه بالصور. قبل كده كنا بنجيب بناخد نقول لهم يبعتوا لنا صور، فلما بنقابلهم بعد كده في الحقيقه بنلاقي الصور شويه مختلفه في الفلتر وحاجات كده. فغيرنا السيستم وبقينا نعمل ان نخلي البنات اساسا يعملوا زي فيديوز ويبعتوها لنا، يكلموا عن توبيك معين، وكمان اساسا وبناء عليه بنختار البنات تيجي الاوديشن، بنسالهم، بنعمل لهم لايك كويشن او نحطهم تحت اختبار كده. أوكي. وبعد كده اللي بنختارهم، انا ما اخترتش هاجر بالذات يعني، انا اخترت بنات كتير. بس ديورينج بقى الكومبيتيشن نفسها بيبقى فيه برايمز وبيبقى فيه سيكونس كده معين وخطوات بتمشي بالبنت اللي هي بتحافظ على ده وتاخد اعلى سكور بلس طبعا الفاينل كويشن اون ستيج هي اللي بتفوز. فهاجر الحقيقه يعني من النوع اللي كانت كين قوي. وعجبني قوي في هاجر ان هي بيرنت اللي هو اهلها يعني بيسبورت هير، يعني نروح هنا يروح وراها، نروح هنا. ايوه. عايزه اقول لك مامتها معانا النهارده. مامتها جت معاها. ايوه. لا هو الفكره ان انا الموضوع ده بالنسبه لي مهم قوي، الاهل بيبقوا بيسبورت الفايده دي، ده معناهم زي بليف اوف هير ان هم يعني بيعتقدوا بيها او بيسبورتوا بيدعموها على قد ما يقدروا عشان توصل لحلمها. ايوه بالظبط. يعني فده برضو حاجه من الحاجات اللي خلتني يعني بصراحه اختارها يعني. طيب كمان بتسمع الكلام، وانا بالنسبه لي البنات اللي اهم حاجه عندي البنت تبقى بتسمع الكلام، لانها عارفه ان احنا في الاخر عايزين نفيدها، سلوكها كويس على الانترنت وسلوكها في الحياه عامه محترم وكويس، الباك جراوند بتاع الاهل بتاعها والفاميلي يبقى كويس، كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لي قوي قوي، لان انا بشتغل في اليونايتد نيشنز في الامم المتحده، فبحب ان اي اسم بنت محطوط تبع دكتور امال يبقى حاجه تشرف يعني. اكيد يا دكتور. طيب هل بقى بيكون في حد مثلا بيسيرش على البنات اللي بتقدم؟ هل انا شخصيا بس فعلا اي في الابلكيشن اللي بيبقى محطوط بنقول لهم حطوا اللينك بتاعتكم بتاعت السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وبسيرش بقى على البنات وبشوفهم ايه البوست بتاعتهم، اتجاهاتهم ايه، شكلهم ايه، لبسهم ايه، كل الحاجات دي مهمه قوي قوي بالنسبه لي جدا يعني ان انا اختار ميس ايجيبت. طيب هل بقى يا دكتور امال لو حضرتك تحبي تقولي نصيحه دلوقتي لهاجر، ايه النصيحه اللي ممكن دكتور امال رزق تقولها لهاجر النهارده؟ هو انا اديتها نصيحه في الاول، قلت لها حاولي تستغلي اللقب دوت ان انت تساعدي نفسك وتساعدي الكوميونتي والبلد اللي انت فيها دي اللي هي اعطتك اللقب في السنه ديت. هي بصراحه يعني عملت عكس التوقع اكتر من التوقعات بتاعتي.
كمان بقت بصراحه يعني بتعمل حاجات كتير، عملت تركيز وعملت كامبين، بتشتغل على نفسها وبتطور من نفسها، اي حاجه بتيجي تعملها بتاخد رايي وتمشي على اللي انا بقولها عليه. انا يعني مبسوطه جدا منها، انا مش عاوز اكتر من اللي هي، ما توقعش اكتر من اللي هي عملته الحقيقه. يا بخت هاجر بصراحه بحضرتك. انا بحب دكتور امال جدا. هي دكتور امال يعني شخصيه جميله وبتهتم بالتفاصيل جدا، وعندها بالحقيقه موضوعيه وكده، وعندها يعني تفاني في شغلها، بس انا ده شفته بعيني. انا والله عايز اقول لك الدكتور امال زي مامتي بالظبط. يعني ساعه المسابقه انا وهي ما كناش مثلا قوي، بس دلوقتي لا، دكتور امال زي مامتي واكتر من مامتي كمان والله. طبعا بنشكر حضرتك دكتور امال رزق، مؤسس ومدير مسابقه ملك الجمال العالم وملكات جمال مصر، شكرا جزيلا على مداخلتك الكريمه، ويا رب كده تتابعي بقيه فقراتنا عشان في مفاجات كتير مع هاجر النهارده. طيب قولي لي بقى، ايه اكتر الصعوبات اللي قابلتيها كده وانت بتقدمي؟ ايه الوقت اللي انت حسيتي فيه لا انا شكلي كده مش هكمل، او شكلهم مش هيختاروني اللحظه؟ لا بصي، هم اخر يعني اخر حاجه خالص يوم الفاينل، انا كنت خلاص بعيط. نانسي يعني المذيعه الكبيره، عارفه نانسي مجدي طبعا؟ تمام. لا ايوه عارفين نانسي مجدي المذيعه. فهي اللي بتقول، فهي بتقول وتقف بتقول لك السؤال. لا الدكتور هي اللي سالتني السؤال. اوكي. يعني انت بتبقى في ورقه كده، وانا جبت ورقه. ده في الفاينل. ده في الفاينل. اوكي. دي كانت اصعب مرحله بالنسبه لي. كنتي واقفه مش على اعصابي. انا خلاص بعيط على الستيج. اوف. وهو النتيجه في ايديهم وانا خلاص بنهار. يعني عمال اعمل كده في فيديو، ما اعرفش معاكم ولا لا، بعمل كده بدمع بجد. بتدمعي. خلاص مش قادره. والسؤال كان ايه؟ فاكره؟ قالي ادي 3 نصايح اكتسبتيهم من المسابقه. قلت إيه؟ الثقه. ايوه. واللي انت يعني لازم تو بليف ان يور سيلف قوي، صدقي في نفسك. طبعا. واللي انت يعني لو عندك حلم مش وراه. تمام. وانت جاوبت. جاوبت يا جماعه، جاوبت وما تلقلقتيش وما خفتيش رغم ان اللحظه طبعا صعبه جدا. عارفه لا اتلججت جدا طبعا. انا اول 5 ثواني كده المايك بتاعي كان مقفول، فقعدت افكر. طب كويس، ده من حظك. بصي ربنا ودعوات مامتك طبعا اللي على طول في ظهرك. انا عايز اقول لك والله العظيم انا عشان اوصل لدلوقتي مامتي وبابايا سبورتني في كل حاجه تتخيليها. ومامتي دايما معايا هي ووالدي، يعني ربنا يخليهم لي، ما بيسيبونيش. فانا من غيرهم ما كنتش هبقى هنا اصلا. طيب عايز اعرف سريعا بقى من هاجر، ايه يعني خططك اللي جايه؟ طبعا عرفنا من دكتور امال انك انت ما شاء الله شغاله على نفسك وبتعملي حاجات كتير وتشتركي في نشاطات كتير، بس ايه اللي هنشوف هاجر فيه الفتره الجايه ان شاء الله؟ انا يلا قولي لنا، اقول لكم بقى المفاجاه. قولي لنا المفاجاه. بقيت مذيعه. في قناه اسمها هي. تمام. اول قناه للمراه في مصر. بقيت مذيعه يا جماعه الحقيقه، يعني دي هتنافسنا وهتبقى منافسه شرسه. لا يا هاجر. منافسه عظيمه جدا. ايه رايك يعني في حاجتين هنعملهم معاكي دلوقتي؟ اولا هلعبك لعبه اسمها عروستي، ونشوف يعني اللي انت سريعا جدا جدا جدا، ونعرف منك هتعرفي تجاوبي ولا لا. ماشي. هسالك وتقولي عروستي لحد ما نوصل للاجابه. ماشي. أوكي. فيلم من 4 كلمات. اوكي. عروستي. عروستي. بطوله عادل امام. عروستي. وحالة شيحة. ها؟ لا مش عارفة. استني. ها؟ عروستي بقى قولي. لا مش عارفة. عريس من جهة أمنية. ماشي. طيب. أنا ضايعة في الأفلام. فيلم تاني من 3 كلمات. عروستي. بطولة أحمد حلمي. عروستي. ومنة شلبي. عروستي. ومحمود عبد العزيز. ودلال عبد العزيز. دلال عبد العزيز؟ لا. ومحمود حميدة. ايوه استني انا عارفه اسم الفيلم. لا مش عارفه. انت قلت فيلم من 3 كلمات. ايوه. اسف على الازعاج. هاجر يا جماعه قالت واحده. طب انا مش هكمل معاكي بقيه لعبه عروستي، وعايزه العب معاكي لعبه ثانيه بقى ونشوف جراءه هاجر. هاجر تقدري تمسحي الميك اب على الهواء؟ توري الناس انك تقدري تمسحي. انا عايزه اقول لك ان انا اصلا ببقى احلى بكتير من غير ميك اب، فممكن امسحه عادي. يا التواضع، انا اصلا احلى من غير ميك اب. طب يلا بقى بينا ندي هاجر القطن، خليكي زي ما انت، وهتستخدمي كاميرا الموبايل. امسح كله؟ امسحي على قد ما تقدري، وعلى قد ما تقدري توري الناس. انا هساعدك احط لك الميك اب ريموفر، ونشوف هاجر محمد هوريكم دلوقتي حياة من غير ميك اب. الميك اب على الهوا ولا بيهمها. ولا بيهمنا اهو، شايفين اهو بمسح، عشان ما تقولوش ما بمسحش. القطنه ما بتكذبش. انا هحط تاني. ايوه طبعا احنا
جراءة الحقيقة، جراءة من هاجر محمد يا جماعة. ممكن قطنة تاني عشان طبعا ممكن نديني، بس عايزين نوريها لهم برضه عشان ايه. بصوا يا جماعة انا فين اوريكم، فين عند كاميرا هاجر، كاميرا هاجر اهي شايفين القطنة. هاجر مسحت كل الميك اب، القطنة ما بتكذبش والله، بحاول على قد ما اقدر بجد. بصوا دي شغالة يا جماعة، شغالة هاجر شغالة مسح. ايه برافو عليك يا هاجر، دي الروش كمان. يلا يلا خربانة خربانة. لا بجد يعني، يعني انا ما تخيلتش ان جريئة، جريئة جدا يا جماعة. انا شغالة ايه ما صدقت. يلا يلا لو في حوض وصابون والله ممكن اغسل وشي واجيلكم تاني. الحقيقة مش انا اللي شرير قوي قوي، هو المخرج بتاع البرنامج بتاعنا هو اللي شرير قوي، وقرر ان هاجر تمسح الميك اب ونشوف جرائتها ومدى جرائتها وهتوافق ولا لا. وتخيلنا الحقيقه ان هاجر هترفض ان هي تمسح الميك اب على الهوا، بس فاجئتنا كلنا وزي ما انتم شايفين تمسح الميك اب بتاعها على الهوا. ايه هاجر الحلاوه دي، الحلاوه حلاوه الروح شايفين. ممكن نكلوز بقى يعني مخرجنا العظيم كلوز على وشها. طب امسح بس وشي قادر وتعملوا كده. مسحتي اوريدي قمر، قمر يعني من غير اي حاجه. هو بص تحت عيني بس، يعني ده انت كتر خيرك والله. والله عملت على قد ما اقدر. ولا اي ميك اب، ولا محتاجين اي ميك اب يا جماعه، وثقه عظيمه في النفس. لا لا تحيه، تحيه كبيره، ويا ريت كل شباب اللي ورا الكاميرا يسقفوا سقفه كبيره يا جماعه. شكرا. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليكي. لا بجد هاجر انت زي القمر، بميك اب من غير ميك اب، وتستحقي اللقب بكل النشاطات وبكل الحاجات اللي بتعمليها، ونشوفك يعني ان شاء الله مذيعه جامده جدا ان شاء الله. وايه رايك تختمي انت في الفقره بتاعتنا؟ لا لا اختمي انت برضه. لا لا اختمي انت، مش مذيعه. يلا اختمينا الفقره، نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. ماشي فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. فاصل ونرجع معاكم نكمل بقيه الفقرات. صباح الخير وصباح رضا وصباح السعاده على كل مشاهدي صباح البلد. الحقيقه واحنا بنحضر الفقره دي انا صدمت من حاله بنت اسمها ايه، عندها تقريبا 4 أو 5 سنين، بتعاني او شخصت بالصدفيه. زي ما بيقول كده لفوا بيها على تقريبا كل دكاتره مصر عشان بس يحاولوا يساعدوها، يحاولوا يعالجوها، يحاولوا يشوفوا حتى خطه علاج مناسبه ليها، كانوا حتى بيرفضوا ان هم يتعاملوا معاها. الوحيد اللي قبل التحدي ده هو دكتور نادر. هنتكلم بالتفصيل مع دكتور نادر المصري طبعا، وهنتكلم مع دكتور احمد يعقوب، وهنتكلم معهم بالتفصيل. بس انا حابه ابتدي ان انتوا تشوفوا ايه وتشوفوا طريقه كلامها وحكايتها، وهنرجع نتكلم على كل حاجه بتفاصيلها. نطلع نشوف الريبورت، ابقوا معنا. الرحمن الرحيم. انا ام ايه محمود حسن من بني مزار، مركز بني مزار. احنا بص يعني تعبنا من حاله ايه، رفنا بقى في جميع الدنيا كلها لحد ما رحنا بقى على حدود ليبيا في بير اسمه عين كبريت، وزغنا بقى على جميع الدكاتره. اخر حاجه شفنا الدكتور نادر على التلفزيون، الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له، يعني كان السبب في شفاء ايه. ايه شوفوا حضراتكم صورها في الاول، ما تتخيلوش هي دي اللي موجوده معايا. هي بالفضل والجميل لربنا وللدكتور نادر لما عمل لها جلسات الاكسجين وعملها لها في الدم وخدتها، رجعت حالتها طبيعيه، ما كانتش بتروح مدرسه، ما كانتش تقدر تفضل في وسط حتى عيال تلعب، يعني كانت تتخزى ان هي تطلع في وسط عيال. قعدنا بقى في مستشفى السوزان 15 يوم، اقسم بالله الدكاتره ما كانوا بيرضوا يجربوا عليها عشان يدوها، كانوا بيبقى خايفين من شكلها وخايفين من منظرها. كان جسمها بيغير لا يقل عن في الاسبوع 2 3 جلد، جلد فظيع زي رجاج الفطير، جلد تخين، ومنظرها كان تبص له تخاف من شعر راسها لحد ضفر رجليها، ضوافرها بتاع ايديها ورجليها كانت بتتخلع، يعني كل 15 يوم ضوافرها تتخلع. جسمها بيرجع اكن الطفل جديد مولود، تمشي ايدك على جسمها كده كان يبان العلامه. الفضل والجميل لربنا وليك يا دكتور نادر، انا بشكر حضرتك الله يبارك لك، وايه ها هتشكر حضرتك، هي ايه هي. اشكر الدكتور نادر. النادر اللي عملت
معاك. ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك. ربنا يبارك لك ويرى ميزان حسناتك. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد التقرير الرائع والمؤثر، ويمكن كمان يعني امل وصانع امل لناس كتيره جدا ممكن تبقى شايفه الحاله دي حاله مستحيله. اسمحوا لي الاول ارحب بضيوفي علشان نتكلم على الحاله وعلى حالات كتيره جدا اللي منورين النهارده في استوديو صدى. دكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالاكسجين النشط، وعضو الجمعيه الالمانيه للعلاج بالاكسجين النشط، وعضو الاتحاد العالمي للعلاج بالاكسجين النشط، وايضا دكتور احمد يعقوب المدير الطبي لمركز كيور فرع المهندسين. اهلا بيكم منورين. اهلا وسهلا بحضرتك. التقرير اللي احنا شفناه يا دكتور بجد قد ايه مؤثر، قد ايه ان بنت يعني هي سجينه جوه جسمها، يعني 4 5 سنين مش عارفه حتى تلعب مع صحابها، الدكاتره خايفين ان هم حتى يشخصوها او حتى يقربوا لها. ليه اخدت على عاتقك ان انت تعالج ايه؟ اول ما ايه جات لي، هي جات لي في الصعيد. اول مره شفتها فيها انا نفسي كنت مصدوم، لان مامتها كانت جايبه الجلد بتاعها كل جسمها جايبه لي في حاجه كده فوطه، تقول لي ده الجلد بتاعها. قلت لها يعني ايه الجلد بتاعها؟ قالت لي هو جلد ايه بيعمل كده، الجلد كله بيقع، فجايبه لي جلد، الجلد بتاعها جايبه لي بتوريهوني، وباقي يا دوبك حاجه بسيطه قوي في جسمها كده. ايه الموضوع؟ قالت لي مش عارفين الدكاتره، مش عارفين يشخصوها. دي حاله نادره اعتقد يا دكتور. من ضمن الحالات النادره طبعا. مش عارفين يشخصوها، لحد ما رحنا ليبيا وقعدنا في ليبيا شهر هناك وخدنا علاجات كتيره ومفيش فايده.